مساء الخير جميعا. هذه الجلسة التي دائما ما تكون صعبة لأنها بعد الغداء، ولكن سوف أدعوكم للاهتمام، حيث أن هذه الجلسة بالغة الأهمية والمتحدثين رائعين للغاية، وأيضا الجلسة ستكون عن التغيرات المناخية. هذه الجلسة مهمة للغاية. معنا سيد نيكولاس، هو مستشار رفيع المستوى في القطاع البنكي التنموي الآسيوي، وأيضا علي عوني دكتور في إدارة الأعمال ويدرس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأيضا مستشار لسلاسل الإمداد وباحث في جامعة نورث كارولينا، وأخيرا لدينا السيدة إليزابيث سيدربيلوز، هي المدير التنفيذي لـ SAIIA، وهو القطاع الدولي أو القطاع الدولي لمؤسسات جنوب أفريقيا. من دون إطالة سوف أطلب منهم بالإدلاء بالملاحظات الافتتاحية، وبعد ذلك سيكون هناك أسئلة، وأأمل أن ننتهي في أقل من ساعة. أعلم أن الكوارث المناخية دائما ما تكون هي الأساس، وعندما يكون لدينا أي مشكلة في الأهداف التنمية المستدامة، أعلم أن الأساس الرئيسي هو مشاكل المناخ. لذا بما أنك خبيرة أريد منك أن تشاركي هذا معنا. شكرا لك جزيل الشكر، ولكن دعوني في البداية أبارك للمركز المصري للدراسات الاقتصادية على المجهود الذين يبذلوه، وأيضا نحن سعداء للغاية بالعمل الذي تقومون به، وممتنة للغاية بالدعوة الكريمة لزيارة مصر الحبيبة. دعوني أقدم بعض الملاحظات عن الجزء التنموي، وأيضا المشاكل النابعة من التغيرات المناخية. قد سمعنا في الصباح من سمير سران المشاكل الموجودة والتي تم استعراضها في مجموعة 20 تحت رئاسة الهند، وأريد أن أتحدث أننا كنا قديما نركز على المناحي المالية وسلاسل الإمداد وذات القيمة الاقتصادية، ولكن أيضا يجب علينا أن نركز في أشياء كثيرة، ويجب أن يكون هناك تعاون على الصعيد الاقتصادي، ويجب أن يتم إدخال العديد من التغييرات في السياسات الدولية والقومية. وفي 2016 قد كانت أجندة مجموعة 20 تنادي بأهمية تطبيق أهداف التنمية المستدامة، وكانت برئاسة الصين آنذاك، وكانوا يتحدثون أن حتى الدول المتقدمة تعاني من أزمات تمويلية، ولكن طبعا بنسب مختلفة تماما عن الدول النامية. وبعد ذلك الإدارة الإندونيسية، وبعد ذلك الآن كنا
في عام 2023 تحت الإدارة الهندية، وبعد ذلك البرازيل ثم جنوب أفريقيا. نحن نغير الـ DNA الخاص بمجموعة العشرين، ونحاول أن نسد الفجوات الموجودة في كافة الدول، ونحاول أن لا تكون هذه المجموعة حكرة على دول بعينها. عندما نتحدث عن المناخ، في المناحي الدولية دائما ما نتحدث عن طرق للتطور، ودائما ما نولي الصناعة والاقتصاد الأهمية القصوى، ولكن يجب أن يكون هناك مواطن أخرى نفكر فيها. مثلا في أفريقيا كنا نستقبل مساعدات كثيرة من أجل التطور الاقتصادي لمدة حوالي 30 عام، ولكن مع كل هذه المساعدات لم تطرئ تغير كبير في السياقات الاقتصادية التي لدينا. وقد كنا نقوم بهذه باستخدام هذه المساعدات بالطريقة التقليدية التي كنا نعمل بها، والتي لم تؤتي ثمارها في الماضي. لذا نريد أن نتحدث عن العولمة. أعتقد أن العولمة كانت تفتقر إلى مشاكل متعلقة بالمساواة، فقد كان هناك عدم مساواة ما بين الدول وبعضها البعض، وكانت هناك تحديات كثيرة نتعامل معها وتعوقنا دون الوصول إلى التطور الاقتصادي. وأيضاً أبرز هذه التحديات المعرفة والإتاحة وأيضاً التكنولوجيا. لماذا أذكر الآن التكنولوجيا؟ لأن التكنولوجيا مهمة للغاية، وهي ستكون المحرك الأساسي للمرحلة القادمة والثورة القادمة الصناعية الرابعة والخامسة. سيكون المحرك الأساسي هو التكنولوجيا. وإذا كنتم تريدون أن تكونوا متطورين في هذا المجال، يجب أن تستخدموا التكنولوجيا. وأريد أن أقول أن هناك حراك كبير وتغير ملحوظ للتحول الرقمي. قد رأينا هذا في مصر وفي الهند وفي منطقة الشرق الأوسط، وبالفعل وجدنا هذا في الصين. والصين هو تصنيف مختلف عن العالم بأكمله، حيث أنها ثاني أكبر اقتصاد عالمي. فيمكنني القول كملخص: التعامل أو تقديم خدمة ذات جودة، التحول الرقمي، السلاسل الإمداد المستدامة هم الأساس، الثلاثة ركائز حول التطور الاقتصادي، والذين سيحققون النقلة النوعية واستدامة في سلاسل الإمداد الاقتصادية. دعوني أقول أن التطور والتغير نحو أهداف التنمية المستدامة لن يتم بنفس الطريقة في كل دولة، فكل دولة لها سياقاتها وكل دولة لها فجواتها. فالطريقة التي ستتبعوها هنا في مصر لن تكون مثل نفس الطريقة التي سأتبعها في دولتي، فمن الممكن أن يكون لدي أزمة معينة في دولتي ليست موجودة هنا في مصر. لذا الطريقة التي سنتعامل بها أو الطريقة الذي سنسلكه من أجل تحقيق هذه الأهداف سيكون مختلف، ولكن دعونا نقول أن هذا مهم للغاية، لأن الغاية واحدة في نهاية المطاف، ولكن الطرق ممكن أن تكون مختلفة. ودعوني أقول أننا لا يصح أن نفصل ما بين أهداف التنمية المستدامة والتغيرات المناخية. عندما نركز في الخريطة العالمية والأهداف البنك الدولي، سنجد أن التفويض الأساسي الذي الآن يستخدمه البنك الدولي أو التركيز في مواطن التموين هو القضاء على الفقر المدقع، وهذا مهم للغاية، وهذا الذي
تسلك هذا النهج الذي تسلكه كافة المؤسسات التمويلية العالمية حول العالم، وأيضا يحاولون قدر الإمكان أن يركزون على الدول النامية ويركزون على الممارسات، أفضل الممارسات في هذه الدول من حيث استخدام الطاقة الغير المتجددة. ولكن دعوني أقول أنهم 600 مليون أفريقي. عندما نقوم بتقليل استخدام الطاقة غير المتجددة واستخدام طاقة بديلة، نسعى أن يكون هناك زيادة في الإنتاج. فهي قارة بها 600 مليون شخص، لذا نريد أن يكون هناك أنشطة مطورة، ولدينا وهي قارة تتمتع بمواطنين شباب أو نسبة كبيرة من مواطنيها شباب، وهذا يقودنا إلى أنهم ممكن أن يكونوا رواد أعمال في المستقبل وممكن أن يكونوا أصحاب شركات. ولكن دعونا نركز على إمكانية تحقيق كل الحلول التي نقترحها. يجب أن تكون هذه الحلول تتسم بالمعقولية، تتسم بالإتاحة، وأيضا تتسم بأنها تتوافق مع السياق الموجود، وأيضا بالطبع تكون أخلاقية. نحن نقوم بأشياء كثيرة، لكن يجب أن نتأكد أن العمليات التي نتبعها ليست لديها هدف واحد وهو تقليل الاستهلاك، ولكن أيضا أن يكون لديها قيمة مضافة، على سبيل المثال زيادة فرص العمل وتقليل الأسعار. هذا هو الطريق الأمثل الذي يجب أن نرشد أصحاب المصلحة عليه. نحن المسؤولين كوننا ناس معنية بالأمور التنموية، ولكن يجب أن يكون هناك هيكل يساعدنا على الوصول لذلك، وأيضا الأجندة أو المؤشرات الدولية والأهداف التنمية المستدامة 17 يمكننا لهذا. شكرا لك إليزابيث على هذا، أن كانت ملاحظات رائعة، وقد استعرضت المشاكل الموجودة وكيف يمكننا أن نتعامل مع هذه المشاكل من منظور أكثر شموليا. أعتقد أيضا أنكم من الممكن علي أن تطلعنا على المشاكل الموجودة في أنظمة الحوكمة. دعني أخذ خطوة إلى الوراء، وهو مدى علاقة أو تقاطع القطاعات مع بعضها البعض. عندما نقوم بدراسة الأنظمة، النظام هو شيء متكامل ويتقاطع مع الكثير من الأشياء. التغيرات المناخية هي شيء يتقاطع مع كل القطاعات الأخرى، وهذا أيضا المنظور الذي ننظر به في أهداف التنمية المستدامة. على سبيل المثال، لا يمكننا أن نقضي على الفقر من دون أن نركز على أن نطور التعليم، فكل الأهداف متشابكة ومتقاطعة، كل الأهداف 17. عندما نتحدث عن أهداف التنمية المستدامة ونتبع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المعنية بالتغيرات المناخية، أول شيء هو التكيف. أول توصية هي التكيف. حسنا، الآن الضرر قد حدث، فأول شيء هو التكيف مع هذا الضرر، وأيضا نحاول قدر الإمكان أن نتأقلم مع الموضوع. الآن الناس لم يعودوا ضعفاء، أو لم يعودوا متأثرين بالتغيرات المناخية بقدر التأثر بالقضايا الأخرى. الآن الناس يركزون في الفقر، يركزون في المجاعات، لكن نريد أيضا أن نقول أن التغيرات المناخية لا يمكن أن تكون في معزل عن كل هذه المشاكل.
ولكن دعونا أيضا أن نتحدث في قضية بالغة الأهمية وهي العدل المناخي، لأن هناك بعض الشعوب يصارعون ويعانون كثيرا في كيفية أن يتكيفوا مع الوضع وكيفية أن يخففوا من آثار الضرر الناتج عن التغيرات المناخية. ولكن هنا يأتي دور الحوكمة، كيف يمكننا أن نعمل مع بعضنا البعض؟ كيف يمكننا أن ندير هذا النطاق؟ وكيف يمكننا أن نتعامل مع المشاكل الخاصة بالحوكمة؟ عندما نركز في الحوكمة تحت مظلة أهداف التنمية المستدامة، أعتقد أن الحوكمة قد تم تقويضها وعدم تمثيلها بالتمثيل الصحيح. هذا ما أريد أن أقوله، هناك إطار قد نتج عن أهداف التنمية المستدامة وهو إطار الفجوات. إطار الفجوات هم حاولوا قدر الإمكان أن يحللوا الأهداف التنمية المستدامة منفصلة، وأيضا ما هي الأهداف التي تكملهم. مثلا عندما نتكلم عن الفقر، لا يمكننا أن نحل الفقر في معزل عن باقي الأهداف. فهنا يقدر بنا أن نشير إلى المسؤولية الشمولية، الكفاءة أو الفاعلية، والنهج التشاركية، وأيضا الشمولية. عندما ننظر في هذا نفكر، لماذا لدينا فقر؟ بالطبع النتيجة ستكون لأننا ليس لدينا حوكمة حكيمة. الحوكمة الحكيمة دائما ما الحوكمة غير الحكيمة دائما ما تكون السبب وراء المشاكل. وهناك مؤشر يسمى مؤشر الحوكمة الأفريقية. عندما نركز على هذا المؤشر نجد أنه مماثل تماما لأهداف التنمية المستدامة، ولكن يركز على مناحي الحوكمة، يسلط الضوء على أهمية الحوكمة، لأننا وجدنا أن عملية الحوكمة غير مكتملة الأرقام، ولذا حاولوا أن يجابهوها. وأيضا في اتفاق باريس من أجل التغيرات المناخية وجدوا أن السبب أن هناك قلة حوكمة حكيمة. وأعلم أن بعضكم قد تحدث عن مؤتمر الكوب 28 وعن الوقود الحفوري وعن الطاقة البديلة، ولكن بعيد عن هم في هذا المؤتمر قد أشاروا أن هناك مشكلتين تبدأ بحرف الفاء أو الإف باللغة الإنجليزية، وهي الوقود الحفوري فوسيل فيول والفود سيكوريتي وهو الأمن الغذائي. أريد أيضا أن أشير إلى شيء بالغ الأهمية، أن كل الكلام أو الحديث حول أنظمة الاستدامة دائما ما يتحدث عن الأعمال. حتى أي متحدث، أي خبير أمم متحدة يتحدثون دائما عن الأمثلة الخاصة بالأعمال، نموذج الأعمال والشركات. ولكن أريدكم أن تنظروا لأنظمة الاستدامة من منظور الضعف، من منظور الفجوات وأوجه الفقر الذي لدينا. وهذا الذي حدث حديدا معنا ما بين 2019 و2020. ظننا نعلم بأكمله أن 2019 هي سنة رائعة، ولكن وجدنا في 2020 أن كل الأنظمة انهارت بالكامل، لأن الاستدامة لم يتم حوكمتها بطريقة صحيحة. فعندما جابهنا أزمة واحدة قضت على أنظمة الاستدامة للعالم بأكمله. الآن أنتم تتحدثون عن الأهداف التنمية المستدامة، وأريد منكم أن تفكروا عن التغيرات المناخية من نفس المنظور. تفكرون في أهداف التنمية المستدامة، ولكن أريد أن نفكر بطريقة أخلاقية. مثلا لا يمكن أن يأتي شخص ويقول أنا سارق، أنا أسرق أموال ولكني أعطيها للفقراء. هذا ليس صحيح. أنا
يجب أن نركز على الأخلاق. الأخلاق ليست لها بديل. إذا كنت تريد أن تحقق شيء جيد يجب أن تركز في الأخلاق. منحة ثانية تريد أن تركز عليها عندما تفكر في أهداف التنمية المستدامة وهو حقوق الإنسان. يجب أن نركز على حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان مثلها مثل الأخلاق شيئان لا يمكننا أن نفصلهم في معزل عن أهداف التنمية المستدامة. سأقف عند ذلك. شكرا دكتور علي. أعتقد أنك أشرت إلى نقطة بالغة الأهمية وهو التكيف مع الأضرار، وأيضا أوجه التآزر وكيفية تخفيفها، وأيضا موضوع الحوكمة السليمة. أنت أشرت إلى أشياء كثيرة ومناحي كثيرة كنا نفتقر إليها في حديثنا، وأعتقد أن هذه نقاط بالغة الأهمية. نيكولا، أعتقد أنك سوف تطلعنا من خبرتك عن ما الذي يجب أن نقوم به وكيف يمكننا أن ننتقل من مرحلة الكلام، مجرد الكلام، إلى أفعال. شكرا لكم جزيل الشكر. أنا علمت أن اليوم هو الاحتفال بتأسيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، هو عيدكم. أنا أريد أن أقول أن هناك منظمة في اليابان، هي ليست يابانية ولكن هي منظمة دولية، قد اشتركت في مجموعة 20 ومجموعة 7، وأريد أن أقول أن هناك منظمة قد تم تدشينها عقب الأزمة المالية الآسيوية. هم قد قاموا بعملها وقد لجؤوا إلى خبراء وباحثين قد تخرجوا في أفضل الجامعات الأوروبية والأمريكية، وكانوا يحاولون قدر الإمكان أن يحلون مشكلة خفض قيمة العملة التي كانت موجودة في آسيا وعانت منها لفترة كبيرة، وأيضا أن يجددوا دماء السياسات النقدية. وقد قاموا بتخريج جيل جديد من الباحثين والخبراء ذو كفاءة وذو علم، وأعتقد أن هذا شرح جيد لأهمية التآزر مع المشاكل الموجودة واستغلال المشاكل. أريد ألا عندما يكون هناك مشاكل ألا نقف مكتوفي الأيدي ونبكي على ما يحدث. يجب أن نكون متفائلين وأن نحاول أن نستغل الأزمات وننظر للأزمات من منظور آخر، كونها كنز لأنه دفعنا للتغير وأيضا عرضنا لشيء كبير. فما لم يكسرنا لن يضعفنا. وأيضا أريد أن أقول أن يجب أن يكون هناك قيم نركز عليها، ويجب أن نتسق مع هذه القيم. في العام الماضي قد نشرنا كتاب يسمى العالم أثناء وقت الكوارث، وكان هذا تقييم للوضع العالم في ما حدث من أزمات، وكان هناك الكثير من المفكرين الذين قد قالوا
أننا يجب أن نتوقف عند هذا، وأن العالم قد عانى وفي طريقه إلى الانهيار. ولكن أريد أن أقول أن بدون أي تفويض خلال العوام الماضية أي أثناء G20 أو مجموعة العشرين في إيطاليا، كانت هناك مجموعة من الخبراء قد تضافروا مع بعضهم البعض من دون تفويض ولا التعيين، من أجل التفكير في الأوضاع أفضل للعالم. حاولوا قدر الإمكان أن يحدثوا آثار جيدة، وهذا هو الذي نحتاجه، أن نعلم كيفية ربط أهداف التنمية المستدامة مع بعضهم البعض، وكيفية تسليط الضوء أن كلهم مهمين ومتقاطعين، سواء في أي مكان في العالم. يجب علينا أن نفهم ما هي المشكلة في كل دولة، ونتعلم أننا نتعلم لغة الحوار، ثقافة الحوار. يجب أن نتحدث مع بعضنا البعض. ومنذ رئاسة اليابان لمجموعة العشرين حتى الوصول إلى الهند، نحن حاولنا قدر الإمكان أن يكون هناك طريقة تتبعها مجموعة العشرين من أجل سد الفجوات الموجودة ما بين المجتمعات وبعضها البعض، ولكن بالطبع قد أثر سلبا على كل هذه المساعي الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا المشاكل الجيوسياسية، ونريد أن نبذل قصارى جهدنا أن نتغاضى عن كل الخلافات، ونبحث عن مواطن اتفاق تجمعنا مع بعضنا البعض. وهنا يجب أن يكون هناك دعم لمفهوم التعاون من أجل تحقيق الأجندة 2030. وأريد أن أقول أن الحضور من الهند قد أشاروا إلى أن إدارتهم أو رئاستهم لمجموعة العشرين قد خرج عنها تعاون وتضمين لدول إضافية، وهذا شيء صحي للغاية ويخدم البيئة المواتية الخاصة بنا. يجب أن يكون هناك إطار، يجب أن يكون هناك تنفيذ لإطار أهداف التنمية المستدامة بنظرة شمولية، ويجب أن يكون هناك تفكير في الفجوات الموجودة عالميا، وليس كل دولة على حدة، وكيف يمكننا أن نطبق الخريطة التمويلية العالمية من أجل خدمة الهدف الواحد الذي كلنا ننادي به، وهو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستدامة. كيف يمكننا أن يكون هناك تآظر، أوجه تآظر ما بين الشعوب وبعضها البعض عقب الأزمات، وأن يكون هناك إمكانية، دائما ما يكون هناك إمكانية للعثور على حلول أثناء الأزمات، وفي قمة التنمية المستدامة يجب أن يكون هناك تنفيذ للتوصيات التي خرجت عنها من قبل الأمم المتحدة. وأيضا أريد أن أقول أن قيادة الهند كانت ناجحة للغاية، وقد نادوا أنه يجب أن يكون هناك جهود إضافية من المجموعة العشرين بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة. وأيضا أريد أن أقول في هذا الصدد أنه في بعض الأحيان أن في هناك أشخاص يقومون بالتحليل ويشاركون التحليلات مع بعضهم البعض،
ولكن دعونا أن نفكر في الحلول وبعضها البعض. دعونا نتحدث عن السياق الهندي. قد قبلوا بلاء حسنا حيث أنهم دعوا الاتحاد الأفريقي من أجل أن يكون جزء في مجموعة العشرين، في اجتماعات مجموعة العشرين، وهذا جزء مهم جدا وهو الذي يجمعنا كلنا تحت مظلة واحدة. ولكن أريد أن أقول أن هذا لا أحد طلب من الهند أن تقوم بهذا، ولكن هم رأوا أن هناك أهمية بالغة للشمولية. وأيضا لم تقرر التعاون مع بعضهم البعض لكي يتحدوا مع بعضهم أو مع مراكز الأبحاث في أفريقيا. وسيدة إليزابيث تعرف هذا أكثر مني، سوف نفتقد لهذه الفرصة، سوف نفقد هذه الفرصة. فأنا أقول على سبيل المثال، الهند تعطي رئاسة الجي دي 20 أو مجموعة العشرين إلى البرازيل، ثم بعد ذلك ستكون جنوب أفريقيا، ثم إيطاليا مجموعة السبع، وهكذا وهكذا. هناك مجالات كبيرة للتعاون، التعاون أثناء الجائحة في مجموعة العشرين في السعودية. مراكز الأبحاث ومراكز الأفكار، كان من الممكن أن تجد هذه، أن ترى هذه الأزمة. ولكن المؤسسات والحكومات قاموا بالتغيير إلى نظام الافتراضي بعد أسبوعين من الجائحة، فهذا مثال للتوائم والتكيف. أعتقد أنه حوار بين مراكز الأبحاث ومراكز الأفكار لكي يبنوا هذه المقاومة، ولا يكونوا ولا يتسموا لا يتسموا بالوقوف بدون عمل أي شيء أمام هذه التقسيمات الجديدة. أن في 24 شهر الآتية نحتاج أن يكون هناك حدث، وهو انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين، وهذا سيكون بالتعاون مع المجتمع المدني، مع الجانب الأكاديمي، مراكز الأفكار في القارة الأفريقية والحكومات، ليس فقط من المنظور الأفريقي ولكن من المنظور العالمي. وهذه وظيفة أو مهمة تتطلب الكثير من العمل، تحتاج إلى مزيد من التعاون، وأن تتفتح، أن نتسم بتفتح الأفكار. أو لكي نقوم بذلك نحتاج إلى مزيد من الأفكار من مراكز الأفكار والأبحاث، من الثينك تانكس، وأن نجلس معا. وأيضا لابد أن نأخذ الأمر بطريقة أكثر جدية. قدرة مراكز الأفكار ومراكز الأبحاث مع الأبحاث التي لا تتم من جانبهم، ولكن من المؤسسات العلمية، لأن يتشاركوا المسؤولية بدلا من أن تكون مجموعة من المؤسسات التي تقوم فقط بالتعليق على التقدم التكنولوجي وعلى الذكاء الاصطناعي. ولكن مشاركة الفهم ماذا يعني؟ كم هو عميق؟ هذا سوف يؤثر في تغيير الاقتصاد. التحالف الدولي أو المبادرة للتحالف الدولي لمركز الاقتصاد للابتكار، لأن يكون هناك صوت جنوبي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وحث المنظمات لكي ينضموا للاستمرار
في بناء الجسور وتحالف القوى لهذا التطور المستمر. شكرا جزيلا. نيكولا كانت مداخلة رائعة. إذا أردت تلخيص ما أردت قوله فإن مراكز الأبحاث لابد أن يتواصلوا مع بعضهم البعض على المستوى الدولي لسد الفجوة، وأيضا أن تعاون الحكومات من الممكن أيضا أن تساهم مع مراكز الأبحاث ولجذب أيضا المجتمع الأكاديمي والمجتمع العلمي ولا ينغلقوا على نفسهم، وأن يكون هناك تواصل دولي وتواصل إقليمي. هذا سوف يسمح للمراكز الأبحاث الدولية أن يكون لديهم قدرة تنبؤية حتى لا يتنبؤوا بالأزمات الكبيرة التي من الممكن أن تصادف العالم، وفي نفس الوقت أن يكون هناك فرصة لإيجاد حلول تضع في اعتبارها مصالح الجميع سواء كانوا على هيكل إقليمي أو بين الشمال والجنوب، وهذا يعتبر بنية أساسية للتغيير الحقيقي. وأن تكون مراكز للتغيير الحقيقي، أعتقد أن هذه توصية مهمة جدا، حيث أن الصين وآسيا من أكبر القوى في العالم، ولابد أن يكون أن نكون جزء من هذا الحوار الدولي بين مراكز الحوار، وأن يكون هناك نوع من أنواع التكامل بين مجتمع أو في مجتمع مراكز الأبحاث. فمرة أخرى مدخلات رائعة، شكرا جزيلا. في هذه النقطة أود أن أفتح الحوار للأسئلة من الحضور. شكرا جزيلا. عندما نتحدث عن التغيرات المناخية وعن أهداف التنمية المستدامة، هنا نتحدث عن التمويل أو تظهر مشكلة التمويل. حتى الآن فإن الخلاف حول من المسؤول، وليس هناك شك أن شمال العالم يتحمل المسؤولية الأكبر للانبعاثات المنبعثة منهم ونسبة ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغلاف الجوي. لذلك نحن من أجل حل مشكلات التغيرات المناخية نريد المشاركة من الجنوب بدءا من الصين. مهما كانت المسؤولية من الشمال لن تكون هناك حلول فعالة للتغيرات المناخية بدون مشاركة الجنوب. دعونا أيضا نضع في اعتبارنا مشكلة المسؤوليات. كما قلت النقطة هي من أين تأتي الأموال من أجل التكيف ومن أجل الخفض آثار التغيرات المناخية. نحن نعرف أن هناك هذه المسؤولية من دول الشمال لإعطاء 1 مليار دولار سنويا، قاموا بإعطاء هذه الأموال بطريقة غير عادلة بالنسبة لصندوق الفقد والخسارة، ولا نعرف من سيرأس هذا الصندوق ومن سيقوم بإدارته. هذا بالنسبة لي هو التحدي بالنسبة لمراكز الأبحاث. أعتقد أنني لا أرى أي احتمالية، لأن هناك محدودية على الميزانية، ولأن لديهم دين كبير بالنسبة لدول الشمال، ولأن أغلب هذه الدول هي دول ديمقراطية. حتى إذا كانت الحكومة تقرر أن تحتفظ بهذه الأموال وأن تعطيها مساندة لدول الجنوب، لا أعتقد أن الحكومة من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال لن توافق على ذلك. فالتحدي الأعظم أمام مراكز الأبحاث أن تدعم الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص. كيف تقوم بالدعم سهولة أو إتاحة الفرص للدول النامية للحصول على التمويلات أو يقوموا بتعزيز العلاقات الثنائية لزيادة فرصة الاستثمار في التحول الأخضر، خاصة في البلاد الفقيرة والبلاد النامية. هذه من وجهة نظري أيضا
المسؤولية لمجتمع مراكز الأبحاث لكي يقوموا بتقديم عروض مبنية على أساس صحيح، كيف نستطيع تنفيذ هذا؟ لأن إذا ركزنا فقط على المسؤولية وعلى الأموال العامة، لا أعتقد أنه سوف يكون هناك إجابة براغماتية لقضية التغيرات المناخية. شكرا جزيلا. شكرا أنطونيو، سأخذ كل الأسئلة ثم سأطلب من المتحدثين أن يقوموا بالإجابة. شكرا جزيلا. في 2023 حضرتك تعرفت بنفسك بعد. أنا اسم محمد منصور، بحث قانون في وزارة المالية. في 2023 دول بريكس مجتمعة اللي هي تمثل أكبر دول العالم مساحة وعدد في السكان، تخطت الناتج المحلي الإجمالي بتاعها دول جي 7 اللي هي تعتبر من أكثر الدول تقدما وأكثر الدول تمسك بالرأس المالية. التمسك بالموفمنت دي بيخلينا نركز على حركات التحرر الاقتصادي والسياسي في المنطقة زي منطقة أفريقيا، وإن في بعض الدول وبعض القيادات في الدول الأفريقية بقى لها صوت بتنادي بالتحرر بحقوق الدول دي، خاصة بعد في مواجهات بعض الدول اللي هي مستعمرها زي فرنسا مثلا، اللي هو استعمار اقتصادي، وثروات الدول دي لدى الدول زي فرنسا وغيرها من الدول. فإذا احنا إذا كان في سبورت لحركات التحرر دي، بتهيألي ان هنقدر نوجد حالة من التمويل لعملية مقاومة التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هل هناك أي أسئلة؟ شكرا جزيلا لهذه المحاضرة الغنية، وأنني أقدر كل هذه المداخلات، ومدير الجلسة يقوم بدور رائع. الآن الفيل في الغرفة، أعتقد أن السيد أنطونيو ألقى الضوء عليه، هو بخلاف استخدام كلمة الحوكمة نستخدم كلمة السياسة أو الساسة، أو ما هي الخصائص الجيدة للحوكمة الجيدة؟ هناك شيء نستطيع أن نوصف به ما هو مستقبل الحوكمة الجيدة. نحن نتحدث على المستوى الدولي، والأمر الآخر هو السياسة. بالتأكيد هذا أمر مهم جداً، وأيضا الكلمة التي لا نريد الزجة بها في هذه المناقشة وهي المصلحة الذاتية، وأعتقد أن هناك علاقة واضحة جدا. نحن لا نركز كثيرا على الحوكمة الجيدة ونتجاهل المصالح الذاتية، وأيضا السياسة الدولية نتجاهلها تماما. كيف نقوم بذلك؟ فأفضل أن نستخدم كلمة السياسة بدلا من الحوكمة. شكرا جزيلا دكتور أحمد. هل هناك أي أسئلة أو تعليقات؟ أعتقد نستطيع أن نأخذ الوقت للإجابة. لدي السؤال من أنطونيو حول من أين يأتي الأموال، هل من الدول من الشمال، الدول المتقدمة، أن صندوق الخاص بالفقد والخسارة تمويل هذا الصندوق، وبعض المحدودية على هذا التمويل نتيجة لعجز الموازنة أو لزيادة الدين، هذا يعتبر من إحدى المعوقات أمام هذه الدول. فسؤال الكبير هو من أين تأتي الأموال من أجل أن تمكن دول بذاتها والدول النامية بعينها من أجل التمكن من التحول الأخضر؟ ما هي الأفكار حول هذا الموضوع؟ ثم صديقنا محمد كان يسأل مرة أخرى عن كيف تستطيع الدول النامية اقتصادها تنمو وتتحرر من القوى الاستعمارية الاقتصادية من الدول الأوروبية، والاستقلال الاقتصادي في أفريقيا. وسؤاله هو هل مجتمع مراكز الأبحاث الدولي تقدم مزيد من الدعم للاستقلال الاقتصادي في أفريقيا الذي من شأنه أن يفتح الفرصة أمام النمو والتطور الاقتصادي؟
ثم دكتور أحمد تحدث عن كلمة الحوكمة مقابل السياسة. أعتقد أن هذه هي ملخص الأسئلة. إليزابيث تفضلي، سأعطيك الفرصة للبدء في الإجابة. إن وجهة نظر أنطونيو هي صحيحة، بدون الأموال من القطاع الخاص لن نتمكن من الانتقال من المليار إلى التريليون، ولتحقيق الأهداف التي نسعى إليها، أهداف التنمية المستدامة. نعم أنت محق، هي شيء لابد أن نقوم به، لابد أن نقوم به مع الـ NDPs، أن نرفع من مشاركة القطاع الخاص. العديد من الأفكار على الطاولة، بما في ذلك التعاون مع بنوك التنمية، بنوك التنمية ثنائية الأطراف، وأن تكون هناك قضية السياسة، تحديد الميزانيات. كنا نتحدث عن ذلك صباحا، عن 650 بليون. أين تذهب؟ هل تذهب إلى أفريقيا؟ وهل تحصل عليها أفريقيا؟ ولكن دعونا نفكر بطريقة مبتكرة عن استخدام 620 أو 616. أنني لست جيدة في الحسابات، والأفكار كلها مطروحة على الطاولة، وهناك أمثلة. هناك بعض الأفكار الرقابية، ولكن القواعد تم وضعها من قبل الإنسان. نستطيع تغيير الإجراءات. في بعض الأحيان نحن نتطلب في بعض الأحيان نتطلب 5 دول للتصديق على اتفاقية معينة. هذه فكرة. فكرة أخرى فيما يتعلق بالأموال التي تذهب إلى التكاليف، وهو ما تدفعه الدول النامية عندما تحصل على قروض من صندوق النقد الدولي. نحن نعطي القروض ونحن نقوم بتمويل صندوق النقد الدولي. هذه معادلة صعبة تدخل فيها الكثير من السياسات. والفكرة الأخرى على الطاولة مرتبطة بالتوسع في الـ MDB حتى تستطيع العمل بعملها بطريقة فعالة. أمر آخر هي حقيقة أن هناك بعض البنوك التي تعطي اعتمادها بنسب متفاوتة. إنني أفهم ذلك جيداً. ما عندما نفكر في القروض، ربما الحق في الاعتماد، في تخفيض الحق في الاعتماد، هذه فكرة أخرى. الأمر الآخر، إذا انتقلت سريعا إلى القطاع الخاص، أعتقد إحدى التحديات التي تواجهنا في القارة هي القدرة على إطلاق مشروعات كبيرة ومبادرات من الممكن أن تجذب رؤوس الأموال، تحضيرات معينة لمشاريع بعينها لجذب الاستثمار. وأعتقد أن هذا العمل نستطيع أن نقدم بعض المساعدة ونبني القدرات فيما يتعلق في شكل عقود واتفاقيات. أعتقد أن في أفريقيا هناك برامج عدة من أجل تطوير البنية التحتية في الدول الأفريقية. هناك أفكار كثيرة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في أفريقيا، ليس جميعها ممولة، لأن بعضها تتسم بالمخاطر، بعضها هناك بعض المشاكل، لأن هناك بعض الإجراءات، لأنها هذه المشاريع مقامة على الحدود، فنحن نحتاج إلى بناء القدرات من أجل تنفيذ هذه المشاريع. وهذا يأخذنا إلى السؤال عن السياسة مقابل الحوكمة. أعتقد ما نفتقد إليه أساساً في هذا الحوار هو الثقة. الثقة مفقودة تماماً، وبالتالي عندما تقترح شيء نحن ننظر إليه بنوع من الشك ونقول أن هناك شيء غير طبيعي.
وربما لا يكون هناك أي شيء على الإطلاق، ولكن هي الريبة والشك. نحن نواجه تحدي التحول في خلال 3 سنوات مثلا، فأعتقد أن بناء جسور الثقة وخفض مستوى تباين القضايا وتباين المصالح وتضارب المصالح، هذا أمر واضح جدا في قضية التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ملخصا، كنا نتحدث عن السياسة مقابل الحوكمة. نعم، أعتقد هذه هي العقبة الأساسية. كما قلت أن الثقة هو محور أو بعد مهم جدا في هذه المسألة. لقد فقدنا القدرة على إقامة الحوار، أن نقيم الحوار بطريقة بناءة وأن نبني التحالفات والتعاون، بدلا من أن نجلس في غرفة وأقول هذا موقفي وهذا موقفك ولا يوجد مكان للوقوف في منطقة وسطى. لابد من مخاطبة هذا الأمر، ولابد من معالجة وتنظيم هذا الأمر. الأمر لن يحدث في ليلة وضحاها، ولكن هذا لابد أن نتعامل أيضا بواقع أن لدينا مجتمع، هو أن لديهم طريقتهم الخاصة في مواجهة التحديات. ولكني لن أضحي بكلمة الحوكمة. الحوكمة كلمة مهمة جدا جدا. نحن نحتاج إلى هذه الأنظمة وأطر العمل. نعم، لا تستطيع إنجاح هذه أطر العمل وهذه البرامج إلا من خلال السياسات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا إليزابيث. أعتقد أن أهم النقاط التي ألقيت الضوء عليها هي بناء أن الأموال العامة هي أمر مهم، والتمويل العام هو أمر مهم جدا، ولكن الأمر يتعلق أيضا بإشراك القطاع الخاص، ولكن لابد أن يكون هناك التوازن، لأننا ما زلنا بحاجة إلى التمويل. ربما نحن بحاجة إلى تغيير بعض الإجراءات الرقابية. نحن نحتاج القطاع العام، نحتاج التمويل العام، نحتاج القطاع الخاص، والتمويل الخاص نحتاج إلى الجميع. ولكن لابد من فتح المزيد من الموارد وتغيير هيكلة العملية التمويلية، وأن ننظر إلى السياسات المتعلقة بمعدل الاعتماد بالنسبة للبنوك. الفكرة أن ننخرط في المشاريع الضخمة أو الميجا بروجكت لجذب الاستثمار، أيضا هذه نقطة كبيرة، الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، والنقطة الأخيرة وهي بناء جسور الثقة وسد فجوة الثقة. كما نرى أن هناك تضارب في المعايير عندما نخاطب القضايا الدولية. دكتور عادل تفضل. هما سؤالين في منتهى الصعوبة، ولكن دعني أقول لك، نحن نتحدث عن التمويل، سأتحدث إحصائيا. الباقي أنا وأنت والآخرين. أنت تحاول بطريقة، الطريقة التي وصلنا إلى 20 أو 30% هي طريقة هيكلية، 70% الأخرى هي غير مهيكلة وتحتاج إلى منصة، لأن الأمر لا يتعلق عن شخص واحد سوف يقوم بالتمويل. نحن نتحدث عن ملايين الأشخاص، فهناك قضية كيفية حشد التمويل وكيفية التركيز، وهذا يأخذنا مرة أخرى إلى قضية الحوكمة. فمرة أخرى، عندما نتحدث عن الاقتصاد بصفة عامة، هناك قطاع الاقتصادي الرسمي والغير رسمي. في مصر لدينا قطاع كبير للقطاع الغير رسمي. في الكثير من الدول النامية القطاع الغير رسمي هو كبير جدا، من الممكن أن يتعدى 50 و60%. بعض الأشخاص يرجعون أننا استطعنا المرور من آثار الثورة وآثار الجائحة وبسبب القطاع الغير رسمي. ما أستطيع أن أقوله هنا، عندما ننظر إلى الأنظمة الاقتصادية الدولية، كلنا الدول النامية نحن نقوم ب
باستيراد المواد الأساسية، والأسباب عدة. هم يتحكمون في الطرق. نحن نتحدث عن القهوة، الشاي، الذهب، لا يتم تحديده من قبل المصنع ولكن من قبل المشتري. الأمر الآخر المتعلق بهذا الأمر هو في مصر على سبيل المثال، نحن نقوم بتصدير المواد الخام على سبيل المثال. ما هو الحل؟ لابد أن نقوم بخلخلة النظام الاقتصادي بأكمله. هل هو سهل؟ الأمر ليس سهلا على الإطلاق، الأمر صعب جدا. أنني أتحدث حتى عن النظام التمويلي، لابد من خلق نظام موازي يمكنك من خفض أو من أو أنني أتحدث عن دمار شامل. هذا ما بالضبط يحاول الصين أن تقوم به، تحاول إنشاء نظام آخر مخالف عن النظام الذي وضعه الغرب. ما هو الحل؟ هو استخدام الموارد المحلية، التصدير جنوب لجنوب وليس من الجنوب إلى الشمال. نحن نتحدث عن التحول التكنولوجي، هذا لن يحدث، لا يحدث ولن يحدث. عندما وصلت التكنولوجيا إلى الصين قاموا بسرقتها. الناس تنتج في الصين، وأغلبية المنتجات الصينية هي نسخة من المنتجات الغربية. دعوني أسترسل، الحوكمة هي الرقابة على الفرص، وأن تحمي المصالح وأن تحمي الفرص. إذا هل هناك 100% حوكمة؟ بالطبع لا. حتى في الغرب إذا رأينا أن هناك زيادة في السكان، وهذه شيء مرعب أمام الحوكمة. نحن نتعامل مع البشر، البشر مخلوقات صعبة للتعامل معها، لفهمها، للتحكم فيها. هم يتسموا بالذكاء بالتأكيد. إذا قلت لي ما هو الفرق بين السياسة والحوكمة، أعتقد أن الحوكمة هي حماية الفرص وحماية السياسات. هل هذا سهل؟ هذا صعب جدا، ولكنها الطريقة الوحيدة التي نستطيع أن نقوم بها. هناك العديد من الأفكار عن الديمقراطية، هناك نمط جديد في العلم يسمى علم المجتمع. عادة عندما نقوم بقياس أمر ما، أنت إذا كنت تريد تطبيق الديمقراطية بمعنى أنك تريد أن تأخذ الموضوع على المستوى المجتمعي، أن تقيس التلوث مثلا على المستوى المجتمعي. دائما أقول القوة هي المعرفة، القوة هي المعلومات. على أي حال لم أجاوب بطريقة مباشرة، ولكن أتمنى أنني حاولت أن أقول بعض التعليقات. دكتور علي شكرا جزيلا، لقد أخذتنا لبعد آخر، هو أن فتح أو إزالة الأقفال من الفرص الجديدة ومن الموارد الجديدة، كيفية إشراك الجهات الأخرى، أصحاب المصلحة المعنية، النظم الحكومية اللازمة من أجل تحقيق هذه الأهداف. مرة أخرى، كيفية أن يكون لدينا نظام اقتصادي جديد أو موازي ليكون بين الجنوب إلى الجنوب وليس من الجنوب، بدلا من نقل البضائع وتصدير البضائع من الجنوب إلى الشمال. كيف نستطيع أن يكون هناك إطار تنموي متكامل بين الجنوب والجنوب؟ أعتقد أنك أيضا أشرت إلى النموذج الصيني، وأعتقد أن الكثير منا يوافق على هذا الرأي. نعم، هذا شيء مهم جدا. سيد نيكولا، لدينا 5 دقائق، سأعطيك 4 دقائق منهم. شكرا جزيلا. نحن
نحن نقوم بدورنا، ومراكز الأبحاث هم نقطة ضئيلة في مجال جوي كبير. إذا لم نبدأ بخلق هذه الثقة، والثقة هي اختيار سياسي بين مجموعة 20، مجموعة 7، مجموعة 77، مجموعة 100، أي مجموعة، إذا لم يبدأ الحوار فالأغلب لن يكون في أي مجال آخر. النقطة الأخرى، مجموعة 20، إذا نظرنا إلى كيف قامت أندونيسيا أو الهند، كيف قامت بمشاركة المجموعة 20، كيف قامت البرازيل بتطبيق رؤية الجي 20، إذا تذكرنا الدول الغربية حتى بما في ذلك الصين، ما تمثله هذه الدول فيما يتعلق بحشد المجتمع وتقسمهم إلى مجموعات عمل. في الهند على سبيل المثال، مئات وألاف الطلاب ذهبوا إلى الجامعات. إذا ذهبت إلى أندونيسيا تستطيع أن ترى شعار الجي 20 في كل مكان. هذا يعني شيء للمجتمع نفسه، أن أندونيسيا أو الهند أو غيرها من الدول تؤمن بالمنتدى الاقتصادي الجي 20. إذا لم تبني مراكز الأبحاث لانتهاز هذه الفرصة للتعاون والتنسيق لكيفية إتمام الاستثمار في المخاطر في الجنوب، كيف إطلاق المبادرات في الجي 20 مثلا في إيطاليا، وكيف أن هذه القضايا تحدثت عن الشراكات في التحول بالنسبة للطاقة، والعديد من الشراكات أيضا في أندونيسيا نفس الشيء. وأنا أتذكر الأفكار والحوارات التي تمت والمناقشات في جنوب أفريقيا، وكيف تغيرت الأمور بعد 6 أشهر فقط قبل القمة الخاصة بمجموعة 20، وكيف أن وزير الاقتصاد في جنوب أفريقيا كان لديه رؤية وقام بتوضيح الاستراتيجية الخاصة بنا، وكيف قام بتوضيح ذلك وقام بشرح كل المقترحات بالنسبة للاقتصاد والتمويل. وكنت أتسم بالتفاؤل عندما سمعت لكل هذه المبادرات وكل هذه المناقشات، وعندما سمعت عن تمويل القطاع الخاص، وسمعت عن تمويل الدول النامية. فالأمر واضح جدا، هناك توازن، هناك لابد أن يكون هناك توازن بين الأزمات والتقدم. الأمر ليس إما أو، لا، مراكز الأبحاث لديها مسؤولية لا أن تقوم بتكرار الشعارات، ولكن أن تقوم بالتحقيق في كل الاحتمالات من أجل تعزيز أو من أجل تقويض أو إحداث التوازن، بدلا فقط من السير في اتجاه واحد والاختيار، وبدلا من الاختيار بين حل وحل آخر. هذا أمر مهم جدا جدا، هناك مساحة لتحقيق ذلك. ومرة أخرى عندما نتحدث عن أجندة 2030 والأجندة الأفريقية 2063، هم مبنيين على مصادر من التقدم الناتج من هذا الحوار. ثم فجأة اكتشفنا أن هناك عجز في القدرات في المصادر التمويلية التي يجب أن نجد حل لها حتى نتسم بالتفاؤل. شكرا جزيلا لكولا. إنه موضوع كبير للغاية، هو خلق الثقة، وهذا اختيار سياسي. وبالرجوع لمداخلة دكتور أحمد، قد أعطى أمثلة كبيرة كيف للهند ولليابان ولأندونيسيا أن يستغلوا مجموعة 20 ورئاستهم لها بشكل كبير من أجل تسليط الضوء على ما يقومون به، وأيضا كيف يمكننا حشد العالم الاقتصادي بأكمله أن يتوقفوا على التركيز
على الدول المتقدمة فقط، وأن يسلط الضوء على كامل الدول بطريقة منصفة للغاية. ويجب أن يكون هناك إتاحة للبيانات، ويجب أن يكون هناك خلق للمنصات من أجل حشد القوى والجهد والتمويل، كما وجدنا في حرب أوكرانيا، وأيضا المشاكل المعارك الموجودة في غزة الآن. وجدنا أن هذا يلقى انتباه العالم بأكمله. نحتاج أيضا العالم يركز على كل هذا. شكرا لكم على تركيزكم. كنت أعلم أن هذه الجلسة كانت صعبة للغاية، لكن أنتم شكرا لكم على تركيزكم الكامل معنا. شكرا لكم.